بخت عينه صاحب القلب الطيب يشيل بين الأضلع هدية من الله سبحانه وتعالى، هدية كلها حب، هدية كلها طيبة، ويوزعها على العالم كله بدون فضل ولا منة، يوزعها على العالم بدون فلوس ولا مردود، صدقة للآخرين. بخت عينه صاحب القلب الطيب. القلوب أنواع كثيرة، منها القلب الحنون، منها القلب الجاسي، ومنها القلب الطيب. القلوب أنواع كثيرة، أجملها وأحلاها القلوب الطيبة، وأصحابها الناس الكل يحبها. القلب الطيب لرنين وإشارات يجذب، مو بس اللي حواليه ومحيطين، يجذب حتى البعيدين. القلب الطيب معطاء، معطاء إلى أبعد الحدود، وحتى لو كان ما عنده ما يعطي. الله على إحساسه صاحب القلب الطيب، مرهف الإحساس، مشاعره جياشة، كلماته الطيبة تطلع من القلب مباشرة توصل إلى القلب. صاحب القلب الطيب دائما مبتسم، هذا القلب يستحق الاحتواء، هذا القلب لا ينسى ولا ننسى أبدا. للأسف في وقتنا الحاضر أو الحين هالأيام، صاحب القلب الطيب نقول عنه إنسان على نياته، ونقولها بكسرة وبضعف، ما عليه هذا على نياته قلبه طيب، مع أن هذا المفروض القلب الطيب هو الأساس في التعامل، وهو الأساس في الأخلاق والقيم. المفروض صاحب القلب الطيب ما نقول له والله كأنه هو في ما هي ميزة طيبة قلبه، الأساس في الأخلاق طيبة القلب. ليش صارت المفاهيم معكوسة؟ ليش دائما الحين نشوف الإنسان اللي دائما يشخط في العالم، ولا الإنسان اللي عنده طرق ملتوية في الوصول، ولا الإنسان اللي ما عنده أسلوب حسن في التعامل مع الآخرين، ولا اللي يشخط وصارخ على الناس والعالم والأوادم، نقول عنه والله لا هذا شخصيته قوية. من قال شخص؟ من قال قوة الشخصية بالصوت العالي؟ من قال قوة الشخصية بالطرق الملتوية؟ من قال قوة الشخصية في التلاعب في هذه المفاهيم؟ طيبة القلب هي الأساس، وغيرها هو هذا شاذ عن القاعدة. على الرغم من أن صاحب القلب الطيب غالبا أو في بعض الأحيان أو أحيان كثيرة ينصدم في التعاملات مع الآخرين، ينصدم في الآخرين وتعاملاتهم معه، لأنهم يفسرون طيب النية تفسير ما هو التفسير الصحيح. مع هذا هو ما يتخلى عن هذه الصفة اللي فيه، يعاملهم بحسن الخلق، يعاملهم بالطيب عشان يكسب الآخرين ويكسبهم أكثر. لأن أصحاب القلب الطيب أو صاحب القلب الطيب مهما كان جبيله، شنو هو، شنو هي أخلاقه، ما يعامله بأخلاقه، ولكن يعامل الآخرين بطيبة قلبه اللي هو معهود أو مشهود فيها. هني بس في ملاحظة، صاحب القلب الطيب لازم يكون حذر في تعاملاته مع الآخرين، خصوصا الناس المتلونين، خصوصا الناس اللي يلبسون أقنعة على وجوههم، خصوصا الناس اللي ممكن ينفذون أو يدخلون إلى مبتقاهم من خلال طيبة قلبه، ويأخذون أشياء ما يستحقونها، أو يأخذون أشياء أو ينفذون أشياء خاصة فيهم على حساب القلب الطيب. ضيفي اليوم لبصمة مادية ومعنوية على وفي قلوب الناس. خلونا نشوف شلون حفر هالبصمة، وشنو السر في أن كسب محبة وقلوب الناس. الله بالخير دكتور، سعيدين بوجودك معنا اليوم، وأن أنت يعني خصصت لنا وقت، نحن ندري أن أنت وقتك مزحوم وحريص على قلوب الناس، وأنت تنعت الدواء وتوصفه لأن تبي الناس دائما تكون بصحة وعافية. يعطيك ألف عافية، بالعكس هذا شرف لي أكون معاكم إن شاء الله. أحنا من وإن شاء الله يكون في إضافة للبرنامج. أكيد أكيد إضافة، ولك بصمة كبيرة. الله يحفظك. الله يسلمك. دكتور إبراهيم، إحنا بس بنعرف أول شيء بدايتك ونشأتك ولادتك، نبي نعرف شرارة التميز هذه، شنو
شنو بداياتها او شلون طلعت بدايتها؟ طفولتك وين نشاتك؟ طبعا انا كنت في بدبي، كنت بالامارات لان الوالد يعمل بالامارات، فكنت يعني بداياتي بالامارات، ولكن طبعا احنا كويتيين. اي اكيد طبعا. يعني بالبداية طبعا تميز، لأن أنا كنت هناك يعني مثل الأطفال الغير مواطنين، يعني مواطنين غير مواطنين، كويتي موجود في دبي، يعني تجد نفسك مطلوب منك أن تتميز. هذه أي سنة؟ أي يعني أنا تخرجت من الثانوية بال 82 أي، فالفترة اللي قبل الثانوية كنت هناك، وكان يعني زملاء كثيرين حقيقة معي، بس أنا كنت أحب الفيزياء والحساب والأشياء هذه العلمية، العلمية اللي وكنت والوالدة الله يحفظها ويطول بعمرها يعني كانت جدا مهتمة في أن إحنا نكون الأوائل متميزين، وكانت تعرف الناس الأوائل بالمدرسة ومهاتهم يقولون لهم، فهي كانت تقول أنت مو أقل من الأول، فدائما تخلينا أنت حافظ، حافظ 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 لازم تكونوا حافظ كبير جدا يعني، وكانت حريصة علينا وايد. وأنا كنت اللي أحب الفيزياء والحساب والأشياء هذه، فالحمد لله أن الله وفقني بالأشياء هذه، وكنت من الأوائل بالثانوية حقيقة يعني. طبعا احنا في تذكر احد من ربعك بهالفتره؟ طبعا طبعا طبعا، لان انا يعني هل مثلا كملوا مشوارهم معاك ولا بس كانوا ربع؟ لا، ربعي هم اللي خلوني ادرس الطب. انا ما كانت لي رغبه بالطب يعني، انا كانت رغبتي هندسيه فيزيائيه كذي، ربعي اللي معاي كلهم كانوا يبون يدشون الطب، كلهم طب. هذه الفتره اللي كانوا من الناس او الشباب او البنات وين يروحون الربع نروح معاهم كلنا. بالضبط نفس الشيء يعني، احنا كنا صغار المدرسه مهما تكون يعني ما يكون عندك، واحنا عائلتنا ما كان في اطباء قبل يعني، ما كان عندي اطباء، وكانت مهنه الطبيب انت تتكلم عن هالفتره هذه كانت يعني طبعا طبعا طبعا، وكنت اشوف حقيقه طبيب زميل لنا مصري وكان يوريني الكتب مالته، الكتب ضخمه جدا، الكتب هذه كلها حافظها؟ يعني يقول هي حافظ الكتب هاي كلها. طبعا الواحد ما يحفظ الكتب، يحفظ البرنسبلز والمبادئ الطب. فربعي اللي كانوا مهتمين بدخول الطب ما قدروا يدخلون الطب لان نسبهم كانت تعقب. اشلون هم وهقوك؟ وهقوني انا، فانا نسبتي كانت اعلى منهم وانقبلت بالطب ومشيت فيه. وفي البدايات اكتشفت اني انا كني وهكت نفسي بالتخصص، لان الطب تخصص يختلف. وين درست الطب دكتور؟ بالكويت طبعا، بالكويت جامعه الكويت. مهنه الطب الحين دراستها غير عن قبل، الحين يتم التركيز على المبادئ. قبل كان التركيز على الحفظ. يعني كان يعني عندنا بالاسبوع 25 ل 30 محاضره، يعني المستشفى والمحاضرات، يعني تقول روح المستشفى الصبح من الظهر للعصر في 4-5 محاضرات يومياً. فكان مرهق يعني، مرهق ودسم وفي تفاصيل ما يحتاج الطبيب حقيقة. طبعا كان حفظ، شنو الحفظ هذا يعني، احنا مو متعودين متعود على لان شو اسمه انك تشغل مخك تشوف الاشياء اللي يعني بالفيزياء او بالحساب او بالمواد هذه انت تحفظ القوانين اللي تحكم المواضيع، بعدين تقدر تحل فيه كل شيء. بالطب لا، لازم طبعا على الدراسه الاولى لازم تحفظ كل شيء، يعني اناتومي، علم التشريح، مسار الاعصاب اللي بالمخ، ما صعب جدا نحفظها. وكان عندنا الله يرحمه دكتور مدرسنا دكتور محمود الشريف، دكتور مصري كان متميز جدا، وكان يحفظنا بالاشعار المصريه. يلا يعني اعطاكم طريقه حفظ، طريقه حفظ ما ينفع، لازم تكون تستوعب الفكره والبرنسبلز يعني. فهذا اللي يعني بداياتنا بالطب كانت شويه متعثره، لان في حفظ وفي كذا، بس بعدين اكتشفت لا مو صحيح. يعني الطب الحقيقي مش حفظ وصم وامور هذه، حفظ مبادئ وحفظ الاساسيات الطبيه، نسميه يعني البرنسبلز. يعني احنا الان نعلم الطلاب ما نعلمهم حفظ الاشياء مثل كأنك حافظها صم، لا، انما تحفظ المبادئ والاساسيات الطبيه اللي تخليك تشخص وتعالج كل حاله. صحيح دكتور، دائما الوالد والوالده يعني هم اللي يكتشفون شغف عيالهم، اللي
يمكن احنا امهاتنا او اباهاتنا يعني مثلا هم ما درسوا بس سبحان الله علمونا نعم. شيء نعم. الان احنا يمكن كنا نرفضه واحنا صغار بس الان نقول هم لا صح كانوا معاه نعم. شنو الاشياء اللي علموك اياها يعني غير مثلا التميز في انك تكون تقدر تدرس لما اخترت الطب نعم. هل هم كان عندهم ببالهم انت ممكن لو لين كانوا يرسمون مهنه او نعم. انه مستقبل العيال؟ والله انا حقيقه يعني انا الوالد والوالده الله يحفظهم ويطول بعمرهم عمرهم ما قالوا لي شنو ادرس يعني ما تدخلوا يعني لا كانوا مهتمين بإني أنا هيئون مهتمين إني أنا أكون متميز في دراستي نعم إيش ما أختار نعم إيش ما أختار فعمرهم ما قالوا لي سو كذي أدرس كذي أو لا. تخصص في تخصص معين أنا نفس الشيء بعيالي نفس الشيء نفس الشيء مع عيالك نفس الشيء مع عيالي أعطيتهم الحرية الكاملة اختيار ما في مشاريع دكاترة طبيب حاليا في يعني أنا عندي ولدي الكبير مشاري هندسة وبنتي حنين بزنس فاينانس والحين بنتي فاطمة إن شاء الله ناوي تدرس طب طب أخيرا لقينا أخيرا طلعت يعني في الجينات معناتها يعني تصدق أن الجينات ساعات تصير في إيه طبعا ما في شك لأنه هو بعض الأشياء يصير إن العائلة لما يشوفون أحد أفراد الأسرة طبيب وطبيب يشتغل صح طبيب معناته مهارة. بتكلم يعني عن المهارة هذه بعد شوي بنسولف عنها لا عمل 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 يعني مو شيء سهل عمل مضني صراحة عمل مضني فيشوفون يعني التعب فبعضهم يأخذونه نيجاتيف يعني يبي يبتعد عن الحياة هذه وبعضهم يجد في التشويق يعني إن كيف أنت تدخل في المجال هذا وتعالج الناس وأكشن يعني دائما في أكشن زين ما ذاك خلقك إن أنت ما درست الهندسة يعني أو جاتك فترة قلت أنا بعد ليش ما درست هندسة أو أن أنت جاتك فترة قلت الحمد لله درست طب أن أنا ما رحت هندسة طول سنوات دراستي بالطب كنت أقول يا ليتني درست هندسة سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة من سنة رابعة خلاص ثبت بالطب حتى حقيقة سنة من السنوات أنا سنة ثالثة بالطب يعني سنة أولى بالطب سهلة لأن فيزياء وحساب وكيمياء والأشياء العامة فما تحس أنك داش طب على وقتنا طبعا سنة ثالثة هي السنة اللي تدرس فيها أمور الطبية. التشريح الباثولوجي تشوف الجثث والأشياء هذه وتحل حفر طبيعة يعني يعني تدخل في سنة ثالثة فسنة ثالثة اكتشفت أنه والله كنا مو ماشي معاي يعني هذا شيء وفعلا حاولت أطلع إيه؟ واحد الزملاء عسى الله يعني يحفظه وكذا أصر أني أنا لازم تكمل قال لي أنت بالعكس مفروض ما تطلع من الطب لأنه بقى لك سنة واحدة إحنا بكلية الطب الكويت بعد السنة الرابعة تأخذ البكالوريوس العلوم الطبية الأساسية فقال لي شحكة تطلع بقى لك سنة وتأخذ البكالوريوس شوف فكرة زينة خل نكمل كملت بس الحين لو تسأليني عقب ما تخصص طبعا أنا الحمد لله أني درست الطب يعني أحمد الله سبحانه لأنه وجدت فيه السعادة وجدت فيه يعني شيء كل يوم أشعر فيه إنه يوم جديد يعني أنا اليوم يعني قبل فترة أنا شفت مريضة معالجة قبل 20 سنة وراجعني اليوم مرة ثانية قاعد أقول الله. ما شاء الله ما حسيت إن الفترة هذه 20 سنة تخيل 20 سنة 20 سنة من يعني من سوي أنا من رجعت الكويت من دراساتي بكندا 99 يعني 99 في عالجت مرضى ولا زالوا يراجعون يراجعون اليوم الدراسه خارج برا الكويت وتكملتك للدراسه والتخصص اعطاك شغف اكثر ان انت تبي تعرف اكثر عن هذا المجال عن الطب تبي تعرف اكثر يسبب لك اكثر سعاده يعني طبعا كثر تميت برا تحضر لل كنت في كندا انا رحت في فانكوفر في بريتش كولومبيا في جامعه بريتش كولومبيا تعتبر من المراكز الطبيه المرموقه جدا في كندا ورحت انا بسنه ال 91 وتخرجت ب 99 99 يعني تقريبا 7-8 سنوات 8 سنوات برا في فانكوفر تعالجون كنتوا هناك ولا بس مجرد كنت دراسة؟ ميزة الدراسة في الخارج وبالأخص ما يتعلق في الطب الطب دراسة الطب في الخارج وبالأخص في أمريكا وفي كندا ما يعتبر دراسة أنت تروح تنخرط في العمل في المستشفيات فكنا نشتغل في يعني كنا نشتغل في انا كنت اشتغل في المستشفيات الكبيره في فانكوفر طبعا مدينه جميله جدا وكبيره وكان فيها مستشفيين كبار
وطبعا في مسافات صغار وايد يعني ترامية بريتش كولومبيا يعني أكبر من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا مع بعض كمساحة أرض. صحيح. إنما التجمع السكان كله في السنتر في فانكوفر وحوالينا. فكنا إحنا في المراكز هذه كانت مراكز الناس يعني تحس انها افتح لها ليله القدر لما يتحولون الى المستشفى هذا. لما يجي المستشفى يشوف دكتور طبعا ما يعتبرك انت خارجي او كويتي ولا هم داخل هذا السنتر انت دكتور وبعدين هناك يتعاملون معاك كطبيب كندي كطبيب ما في فرق بينك ما يعتبرونك دارس وفي هناك ما يسمى ب جريدد ريسبونسبيلتي يعني تدرج في المسؤوليه تدرج اوتوماتيكي يعني سنه اولى أنت سنة أولى كبورد في كندا عندك طلاب تدرسهم سنة ثانية عندك تدرس سنة أولى وتشرف عليهم سنة ثالثة تشرف على سنة ثانية لا يعني شيء حافل في كل إنجازات في يعني الإنسان يعني أو الطالب يحس نفسه أنه هو ينجز شيء جزء مثل الباب الدوار يعني يدخل مجموعة أطباء هذا اللي يترقون سنة أولى سنة ثالثة يروح إلى ديرته ويناس ثانيين أو يروحون إلى أماكن عمل ثانية فدائما في أنت جزء لا يتجزأ من العمل ولذلك إحنا عشنا يعني اللي عشناه في كندا إن أول شيء تعلمت الطب بالأسلوب الصحيح هو أهم شيء هذا اللي هو ما يسمى بالأبروتش يعني أنت لما يك مريض أو لما تيك مريضة زين تشكي من شغلة لازم يكون عندك أسلوب إنك بسرعة تحل المشكلة وتحاول تحلها وهذه ما تتعلمها بالصفوف ولا بالقاعات الدراسة هذه تتعلمها بالفيلد عملي بالمجال المجال العملي لأن إيماءات الإنسان اللي قدامك حركاته عيونه كلمته يعني كل شيء يعطيك دلالة على الحالة المرضية زين بنسولف عن الحالة النفسية للمريض نعم وتعاملنا معه بس عقب ما نضيفك استكانت الله يعطيك العافية الله يسلمك إن شاء الله دكتور إبراهيم الحقيقة قامة علمية كبيرة على مستوى العالم وهو من أعلام الطب في دولة الكويت الدكتور إبراهيم يؤمن بالعمل ضمن منظومة الفريق الواحد التي تضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار علاقتي بالدكتور إبراهيم الرشدان ترجع إلى أكثر من 22 سنة من يوم كنت طالب في كلية الطب وكان هو أستاذ في الكلية وأيضا في التعليم الإكلينيكي في المستشفى الصدري ومن ذيك الأيام كنا كطلبة يعني نرى في دكتور إبراهيم رشدان القدوة اللي نتطلع عليها كطلبة إن ودنا نصير نفسه دكتور إبراهيم الرشدان صارت له معانا مواقف كثيرة بينت معدنه الطيب فهو إنسان خلوق ومتواضع جدا وهو مثال للطبيب الكويتي الناجح دكتور إبراهيم في نظري يعتبر المثال الأعلى للقدوة الممتازة فمثل ما قلت علاقتي فيه كانت من طالب إلى أستاذ والآن إحنا زملاء شكرا دكتور إبراهيم الرشدان دكتور إبراهيم في ميزة إن كل مريض عنده يعتبره أحد أقربائه أو أصدقائه أو من الأهل دائما يمكن أول سؤال لما ينطرح اسمك دكتور يقولون أبد روحه وتحس الشخص يتعامل معك كأن أنت واحد من الأهل الحالة النفسية للمريض أو الدكتور يعني للأسف إحنا هالأيام ساعات تلاقي دكتور يعني مجرد بس لنا فحص الروتيني وانتهى الموضوع عشان كذي يصير في ساعات يقول ناس تختلف في آرائها بالنسبة للدكاترة حسب المعاملة ايش رأيك أنت في هذا الموضوع؟ لا 100% كلامك صحيح يعني أنا أعتقد أن الطبيب مش موظف عادي مش إنسان عادي الطبيب يعني مرات كثيرة يعني أنا استوقفني مواقف أن يجيني مثلا
أخ وأخوه أو زوج وزوجته أو رجل مع عياله يقعد معاك يقول لك السالفة، بعدين يقول حق عياله طلعوا بكلم الدكتور. فيعني هذه الثقة، يعني شنو هالثقة؟ هذه مسؤولية كبيرة، يعني أن الشخص يقول حق ولده أقرب شيء، أقرب شخص له أو زوجته أو أخوه بكلم الدكتور. هذه يعني تخليك تستوقفك حقيقة، يعني هذه مسؤولية أنت لازم تقف عندها وقفة تفكر، يعني أن الشخص هذا أنت لازم تعطيك كل اهتمامك. مو بس الشخص هذا، الشخص هذا وغيره طبعا، حتى اللي يعني يقعد مع عياله ويشرح. فالطبيب يدخل في يعني خصوصيات الإنسان حقيقة، يعني تدخل في خصوصيات الإنسان، مو بس تشخص حالته. يعني تشخيص الحالة ما يعني فقط أنت كطبيب تشخص، مرات ما له علاقة الطب، مسألة ثانية، في تستشعر أن في مشكلة بالبيت، مشكلة أو في كذا، في حالة نفسية مثلا، وتقدر تحل الموضوع هذا. وطبعا إحنا بالنسبة للقلب كثير من حالاتنا لها علاقة بالأمور النفسية. فأنا شخصيا يعني ما أنظر للطب كعمل، أنظرك يعني ما أذكر يوم من الأيام رحت الشغل وأنا يعني مستثقل الروحة، كل يوم أروح مستانس، يعني أحس إن أنت تحب ما يعني تحب عملك، أحب عملي، رايح لك كأنه رايح موعد جميل. أنا أحب عملي كثير، سواء لما كنت بالصدري، لما كنت في كندا، لما كنت في مستشفيات الفروانية، كنت لما كنت صغير بالكويت، حاليا لما أشتغل بالخاص، كله عمل حلو. يعني أنا أستشعر بأن أتمتع في عملي حقيقي، يعني خصوصا أنت تتعامل مع يعني أهم، يعني كل أعضاء جسم الإنسان مهمة، نعم، ولكن هذا القلب هذا يعني أهم شيء في اليوم. أكيد الله سبحانه وتعالى يعني عطانا يعني الميزة أن إحنا نكون في خدمة الناس. نعم. يعني يين الواحد عنده مشاكل، بعض الأحيان مشاكل الطبية، خلينا نقول إذا دخلنا في التفاصيل الطبية تكون أمور متشعبة ومعقدة، وتلقى المريض يحوس. نعم. الدكتور يدز على الثاني، التخدير يدز على الجراح، جراح يدز على الدكتور، يحوس حوسه، يحتاج وفعلا يحوس. ليش؟ لأن المشكلة معقدة. بس أنت بحكم عملك في الحالات معقدة، بحكم خبرتك وبحكم الدراسة، تقدر تحلل المواضيع الصعبة إلى جزئيات سهلة تنحل. نعم. زين، فكثير مرضى يجونا يعني محتاسين ومتضايقين ومتأزمين، وأزمة المريض مو بس المريض، أزمة البيت، الأهل بعد، الأهل يعني يكون في البيت كله متأزم، الأقارب، نعم، الأب ولا الابن ولا الأخت، يعني إحنا ندخل في أمور كثيرة. يعني أنا يجيني مثلا أمس مرني شخص، ابنه توفى وهو مريضي، أنا معالجة وعنده مشاكل بالقلب، ابنه عمره 26 سنة، توفى ولده، أنزين، وهو بالسيارة. قبل لا يتوفى مراسل صديقة بالواتساب رسالة صوتية، الولدة كان متوفي من قبل سنة، أنزين، فياني قال لي دكتور تكفى بسمعك صوته وهو داز رسالة حق رفيجة، شوف تقدر تشخص شنو كانت حالته؟ زين، تخيل يعني اي. فطبعا انت يعني ممكن يكون انسان قليل حس واحساس، يقول لي بخن حل مشكلتك وهذه بعدين عندك يعني الساعة، بس لا، انت ما يصير، يعني ممكن لازم الشخص هذا تعطيك كل وقتك. فقلت له خلني اسمع، وفعلا سمعت حق كلمته، حق الرساله الصوتيه مالته يمكن 10 مرات عشان احس. وفعلا حسيت ان الـ الله يرحمه ولده، يعني 26 سنه، كان واقف ناطر في مواقف احد الجمعيات وتكلم مع زميله بالتلفون، حسيت في بالكلام ماله ان في ضيق نفس. زين، فتقدر يعني انا اقول لك امور هذه، يعني هذه يعني ما له علاقه بعملنا كاطباء، بس هذا ناحيه انسانيه، ناحية دكتور إنسانية، وهذا جزء كبير يعني على عاتق الدكتور. نعم، اصلا يعني. نعم. مهم اي. فاحنا طال عمرك يعني المساله الطب مش وظيفه، الطب حياه، الطب
شيء جميل جدا. زين واحنا نستانس حقيقه صحيح. يعني حياتي من مرضانا من التواصل معاهم من سماع الحكي اللي يقولونه ومرات والدعاء يا دكتور والدعاء والناس بالكويت سبحان الله. يعني انا قبل كنت لما كنت في كندا قبل اي الكويت زين وبالاخص لما تخصصت في القلب وبالاخص في تخصص في التخصص الدقيق مال القسطره لما انا تخصصت فيه كانت بدايات القسطره كان الناس وايد صار مشاكل عندهم بالقسطره فكنت اخاف انا اقول انا بروح الكويت الكويتيين حارين زين لا قدر الله صارت مشكله انت اذا امور زينه وحلوه وكل شيء تمام كلنا حبايب لكن اذا صارت مشكله طبعا الطبيب هو الملام هذا كان اعتقادي يعني ان الكويتيين يلومون الطبيب لما يكون في مشكله نعم لا تشوف بس كل الدنيا حلوه وجمال وطبيعه وان الامور تصير صح ممكن تكون امور تمشي غلط وهذا صحيح. وارد هذا الطب وارد. مع الطب بس اللي اكتشفته انا يعني بكندا واحد يموت له قريب بالمستشفى يجيب لك ورد يشكرك يجيب لك شوكليت بالكويت اكثر من كذي الناس تسوي بالعكس انا لاحظت لان هذا الايمان يعني الكويتيين بس شنو لا لابد انك انت تسوي الواجب اللي عليك دكتور ابراهيم نبي سيناريو مال اليوم عندك عمليه نعم وصعبه نعم شلون بسرح العمليات شلون يصير عندك هو تسمعون شيء داخل يمكن شنو أطول عملية مثلا تاخذ كم ساعة طبعا أنا تخصصي في قسطرة القلب واللي ممكن نجري فيه كل ما يتم إجراءه من عمليات يعني نعم. من ناحية شرايين صمامات فتحات بالقلب أمور كثيرة نعم. يعني القسطرة تطورت تطور كبير جدا اليوم زين أهم شيء في الموضوع أنك تتخيل انك في حالات معقده عندنا كثيره انك تحاول تبسط الموضوع الى ابسط ما يمكن تبسيطه زين يعني تحط لك مثلا استراتيجي لازم استراتيجيه طبعا يعني طبعا تفكر أهم فيها شيء. يعني احنا لما نتعلم الطب انا اذكر لما تعلمت القسطره تعلمتها في على ايد الله يذكره بالخير دكتور فيكتور هاكل بروفيسور فيكتور هاكل كان مدرس عظيم حقيقه يعني وهو اللي درسني واشرف كان يعطيك تاسك واحد يعني مثلا اليوم انت شغلك خلال الاربع اسابيع الجاي تتعلم شلون تطق الابره صح شوف الابره ابسط يعني ابسط من كذي ماكو اربع اسابيع مالك شغل سوي الخطوه هذه وبعدين سلم الحاله حق غيرك يكمل زين تتعلم تدريجيا فكنا في اول سنه او سنتين نتعلم التكنيك يعني شنو التكنيك يعني كيف تسوي شغله زين التكنيك هذه يعني بعد فترة من الوقت تعتب يعني تصل إلى قناعة ومعرفة أن التكنيك جزء بدائي في العلاج نعم. الجزء الأعلى هو الاستراتيجي نعم. استراتيجي يعني شنو استراتيجي يعني كيف تخطط وين تبدي وين تنتهي شنو إذا صارت مشاكل عندك نعم. شنو الخطوات الإضافية اللي حتتخذها إذا صار فهذه كلها بمخك في كل لحظة أنت تعرج بالأخص فيما يتعلق في مريض القلب نعم. لأن مريض القلب حالته حرجة جدا يعني كل ثانية تأثر طبعا ممكن تصير أشياء وانت تشتغل تصير أشياء يعني تتعقد الأمور تتعقد الأمور زين القلب يوقف يصير في نزيف يصير في مدري إيش يعني كيف أنت تتصرف لازم تكون يعني بارد ولا كأنه قدامك قاعد يصير شيء ما في اي تغييرات قدامك انت الان انت يعني بالغرفه قد يكون في 20 دكتور ممرض فنيين تخدير بس انت المايسترو انت اذا انت صار عندك بانيك يعني بانيك او ربكه راح المريض فانت الكنترول لازم يكون عندك وهذا شيء مهم جدا انا شايف يعني كوني لي خبرة كبيرة في الموضوع هذا شايف ناس أثناء المشاكل يصير تجمد الدكتور خلاص ينتهي كل شيء انتهى كل شيء ولذلك الأمور لازم يكون لأن الفرق بين النجاح وبين المريض للأسف يفرط منك ثانية
ثانية. It's a flash يعني decision إنك تسوي الشيء الصح. يعني. ضغوطات يا دكتور وتركيز. إحنا بنعقب الفاصل هذا بنسولف بنشوف شن هي هواياتك اللي شوية تطلع من موضوع التركيز أو شن الأشياء اللي تحب تسويها يعني على الأقل تسوي تنشيط حق كثير إن وايد أشياء ما شاء الله بعد الفاصل لبنان. الله يعطيك العافية إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. دكتور إبراهيم شلون تسوي إن يعني ما بقول كلمة انعاش هذه وايد إن شلون يعني يكون عندك ترجع نشاطك مرة ثانية لفكرك لأن أنت مثل ما وصفت لنا مساعة على غرفة العمليات يعني أنت تتكلم عن أنتوا سباق مع الثواني. نعم. زين شلون تفصل؟ والله أنا يعني. شو الأشياء اللي تحبها يعني؟ كثير أنا يعني هواياتي كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى. يا مثل شنو؟ يعني أنا أرسم. ما شاء الله. أرسم أصور عندي. تصوير. يعني professional photography. يعني حلو. و كنت أعمل أيضا في 3D graphic design كنت أستمتع بال وكنت حتى لما كنا فانكوفر كان في معهد يسمونه فانكوفر فيلم سكول يمكن الكثير من المخرجين والمصورين يعرفونه هذا شبابنا المصورين يعرفونه اكيد يعني يدرسون الانيميشن والجرافيكس والصوت والاخراج والتصوير فكنت انا اخذ كورسات يعني عندي يعني منظم وقتك بحيث ان انت يعني هوايتك تشبعها ما تقدر تنظم وقتك بالمستشفى بس تسرق من الوقت شوي توقع يعني. حق الاشياء هذه كنت احب الايروداينامكس كل ما يتعلق بالايروداينامكس الطيران الكايتينج والامور هذه كان عندنا في ايضا في فانكوفر كان في شايب قدام شقتي كان يطير كايتس يسمونه كواد كايتس ولا دول لاين كايتس يطير شخص واحد يطير 9 كايتس اللي هي الطائرات الورقيه في فورميشن فلايت يعني يطيرون في فانا كنت متعجب اني شايف وتعلمت اصطنع منه صرت رفيج معاه بال 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 الجاردن اللي قدامنا وتعلمت وتولعت فيه وايضا عندي برايفت بايلوت لايسنس فيعني من كثر ما حبيت الشغله هذه يعني في اشياء كثيره تجذبني حقيقه يعني بالاخص مستمر على هالهوايات هذه الحين ولا في يعني قل شويه لا لا مستمر طبعا طبعا يعني انا لا زلت مستمر في هوايتي في الجرافيكس وفي يعني يعني عندي المام واطلاع على اخر البرامج ال 3D جرافيكس وايضا السكالبتشرز اللي هو النحت هواية كبيرة عندي بالنحت ما شاء الله يعني يعني هوايات كثيرة حقيقة عندي وأخيرا تولعت أنا في موضوع الأستروفوتوغرافي اللي هو تصوير المجرات والكواكب والنجوم وأيضا دخلت في باب التلسكوب اللي تقدر تشوف فيه المجرات وفعلا شيء عظيم يعني إنك أنت قاعد بالكويت ما تدري ان السماء عندك وبالاخص فتره الشتاء يعني ممكن تشوف فيه اشياء عظيمه جدا يعني زين وممكن تفكر في عظمه الله سبحانه وتعالى كل هذا موجود يعني بس انا ملاحظه هواياتك كلها فيها تركيز كلها لازم في تركيز وكلها فيها هدوء وفيها وفيها يعني فيها شيء بصري يعني شيء نظري شيء لازم يعني الحواس تقريبا كلها بس ما شاء الله يعني شيء جميل دكتور وطبيب عندك الهوايات هذه كلها وايضا درست في كليه الطب في الكليه اللي انت تخرجت منها درست فيها شو اللي اختلف في طالب الطب الطب ميزته ان في تخصصات عديده جدا تلائم كل نفسيه وكل شخصيه وكل طريقه شخص يعني في ناس هادين وفي ناس ما يحبون الاختلاط مع الناس وايد وفي ناس شديدين وفي ناس يحب العمليات الطب تخصصاتها يعني كثيرة فالتخصصات هي تختار الشخصيات المختلفة نعم والناس هذيلا
نهاية يلقون في التخصص الشيء اللي يبرز فيهم الجانب الإبداعي مالهم. مهنة يمكن هي الطب المهنة الوحيدة اللي الواحد لازم ما يوقف دراسة طبعًا. ولا اطلاع طبعًا. ولا يعني طبعًا. بدليل الآن دكتور إبراهيم الاختراع نعم. الأخير اللي نعم. ضوى العالم والدنيا نعم. اللي هو الخاص في إن المادة اللي تستخدمونها نعم. للقسطرة ما نعم. تتسرب إلى الكلى وحاولت فهذا اختراع عالمي نعم. يعني مفخرة للكويت ومفخرة وللعالم أيضا وتشرفت يعني إن استلمت الوسام من حضرة صاحب نعم. السمو فسولف لنا يعني هل اختراع هذا نعم. شو اللي خلاك مثلا لا هو مو بس يعني الاختراع هذا الاختراع يعني اختراع يعني شنو اختراع يعني أنت ما تخترع عشان يقال عنك مخترع ولا تخترع عشان تسوي بيزات من الاختراع أنت خدمة أنت تخترع لأن في مشكلة تبي لها حل وتواجهك أنت في العملية مثل ما يقولون الحاجة أم الاختراع أم الاختراع فإذا أنت عندك مشكلة يعني إذا أنت خلينا نقول يعني إحنا كأطباء بالنهاية يعني حرفيين مهنيين نسوي شغلات بيدنا زين فماسك تول ماسك جهاز معين وتسوي شيء تقول يا ليت كان عندي جهاز شوية مايل نعم. هذا اختراع نعم زين أتي مثلا موضوع الصبغة موضوع الصبغة طبعا أنا كنت أشوف أنه مشكلة تعرض لها المرضى زين وأشوف الصبغة قاعد تدخل مكان تطلع مكان طيب ليش ما نقدر نسحبه أوكي فكرة سوينا الفكرة هذه وسوينا طلبنا براءة اختراع وأنا يعني استغربت إنه أعطيت براءة الاختراع أنا توقعت مو معقول ما حد مفكر في الفكرة هذه بس لما تفكر في حلول لمشاكل والحمد لله يعني كانت عدة أجهزة أخرى أيضا في براءة اختراع كثيرة لكن الحاجة هي الحاجة أم الاختراع نعم. يعني أنت ما تخترع عشان أنت لأن عندك مشكلة تبي تحلها نعم. زي النجار مثلا عنده منشار يبي يقص الخشب تلقى يبي له منشار عوي شوية لأن نعم. لا الخشب مثلا فيخترع يكتشف شيء جديد فالحاجة تخليه يكتشف شيء يكتشف. أيضا إحنا كثير من مرضانا يعني أنا نعتبر في حالات وبدل ما يكون جهاز يكون طريقة عمل لعلاج مرضى أيضا نعم. هذا يعني تطوير طبي أو طريقة طبية جديدة نعم هذه نعم. كلها الحاجة اللي تخليك تسوي شغلة حقيقة يعني مجهود جبار تشكرون عليه صراحة يعني والله يجعلكم في ميزان حسناتكم وتقدموا الخدمات الإنسانية دكتور التطوع له جزء مهم في حياتك نعم. يعني وأنت إنسان يعني وأنا أسولف معك دائما تتكلم تقول تطوع يعني نعم. أهمية التطوع يعني في هذا العمل أو في معك يعني لا التطوع طبعا جزء يعني أساسي يعني أنا كنت نشيط جدا في العمل نعم. الطلابي قبل لا أتخرج يعني وكنا نتواصل مع يعني مع المشاكل اللي تصير بالعالم يعني نعم. كنا نتواصل مع المجاعة اللي بأفريقيا نعم. كطلاب كان لنا دور كبير نعم. يعني كان لنا وفود تروح حق المجاعة اللي بأفريقيا نروح حق اللاجئين في أماكن كثيرة كطلاب يعني الحس هذا موجود عندنا الحمد لله أيضا تطوع في حتى بعد ما تخرجت يعني هذا شيء واحد يعني واجب هذا مش يعني وجودي الآن مع الزملاء طبعا أنا كنت في جامعة الكويت ومنتدب إلى وزارة الصحة وبعدين قبل سنة تقريبا طلعت بس لازلت في عمل تطوعي نعم. مع الأخوة في الوزارة هذا واجب يعني لازم نقيمه صحيح. طبعا هذا الواجب يعني يصير أيضا بأرض خصبة يعني نعم. إذا في أرض خصبة في زملاء نعم. تساعد تحس ولا. أنك تستانس معاهم وتكون معاهم هذا يخليك تتواصل في العمل معاهم في العطاء معاهم يعني. نعم يعني شيء جميل دكتور يعني احنا فخورين فيك الله يحفظك ان شاء الله وسعيدين في وجودك معنا الله يعطيك العافيه وان شاء الله يا ربي عطاءاتك من احسن الى احسن أمين. دائما أمين. أمين. واقول لك يا دكتور ابراهيم يعني قلوب الناس من بعد الله في وداعتكم انت وزملائك عشان يشفون وتنعتوا لهم الدواء الله يحفظك شكرا إن شاء الله. لك دكتور يعطيك شكرا العافيه شكرا لك سامحونا اذا اطلنا عليكم بالعكس يعني
سعيدين في هذا اللقاء واحنا فخورين فيك لانك انت علم من اعلام الكويت اللي لازم الناس يسلطوا لازم احنا نسلط الضوء. الله يحفظك، شرفني اكون معك. شكرا لك. شكرا لك. مسك الكلام في الختام، تدعي القلوب بما تشتهي ويجيب الله بما هو خير لها. مساكم سعيد، نلتقي على خير باذن الله، شاننا وشانكم، السلامه.